هذا وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك لجنة قانونية وفنية مشكلة بمجلس الوزراء لدراسة عروض استثمار في مشروعات مهمة، ومن المقرر أن تدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي. هذا وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تمت الاستعانة بمكتب محاماة عالمي بهدف إعداد الصياغات النهائية بشأن اتفاقات وعقود هذه المشروعات، نظرا لأن هناك تفاصيل مالية وقانونية وفنية كثيرة. كما أكد أنه قريبا وعقب الانتهاء من المفاوضات مع المستثمرين سيتم الإعلان عن كامل التفاصيل، لافتا إلى أن هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل وتشغيل الشركات المصرية وانتعاش قطاع الصناعة، مضيفا أنها ستحقق نقلة نوعية ومزايا متعددة للدولة المصرية.